طيب now كيفتي قلصم شو يعني what is the meaning كيفتي قلصم ها ها دمج الخلايا بسبب دماء تعالي يعني شو يعني شو هذه الكلام بسبب ده بسبب التفاصيل تعالي تبع هذا كلام مجمل ها دي صورة بالعمل how would you define cryptic ulcer بالعربي كل ما يعرف ما كل ما يعرف دمج الخلايا هو اللي يفضل مين يقدر يتكلم في مين هل imbalance between acid production and mucosal barrier كلام احسن افضل ها كلام مهم جدا طيب لكن برضه ما تعرف هذا تستخدم البوتاسيوم في الصلايبه ها مثلا معقد جدا ودي مثلا اربع صلايب هاي تعرف وعايز يجيبه ها ايوه ده بيجي بالجلوكوز جبتي كالسيوم is actually استني جاي استني شوي ولا اكلمه استنى طيب خمس دقايق